سامرس كل معكم عبد الكريم عبد الله لليوم في 21 شارع الروضة في سكرة كما تراو هنا. واليوم عندنا لونسمون صار البارح نتاع ريستورون نتاع صديقتنا نفيسة ربي يبارك لها. ريستورون نتاع كل شعبية اسمه دار زمان موجود في 21 شارع الروضة. الشارع اللي يهز من البوسة حتى الجامع سهل برشا. اختصاص أكلة شعبية. هاو شوفوا كل شيء قدامكم. نفيسة ترى مبروك المحل الحاجة الباهية في الرسمة هذه اللي كل شيء نصبر كل شيء مش على عينيكم. هنا البيبي هنا الشيء هنا الفريد هنا الكوجينة كل شيء موجود كل شيء موجود كل شيء تنصبر ما حد شيء مخبي كل شيء نضيف يعمل كيف. وديجا نفيسة تولي تعرف يعني تولي نفيسة تعرف طيب مليح. الشيفة الغوزة راية دونك شو عندكم انتم اختصاصكم؟ وانا لبيبي تاع الكوزين. وريني قول لي. هل الحاضر ولا برشا هذه ديري 100% لكم مثلا حتى شيء ديري بالقرعة والسلطة معناتها الفلفل والقرعة والطماطم ديري مش كوميسيال الفلفل وشوية طماطم وكهوة وصلصة هذه ديري 100% توا محلت البارح عندكم اطلاع عندي الحوت بالاخر نحكي على الحوت المشوي شو عندك الحوت؟ دوران هاي برشا وطول هذا كل شيء طبعا انا اللي شفت شيء هنا قاعد شم برشا زيت بيس برشا تفاح انا كل شيء دراجين كل شيء ربي مبروك يسر خاطر راهو العباد هذوما دخل الصغار نسيت وراهو ديما نتاعو كذا اختصاص نتاعكم شنو؟ الحمد لله ولا كنت ممكن تضرب شيء كنت عاوز حمدو ليش حمدو شو السر نتاعو؟ ليش عارف ولا وشو تدو في الزوز؟ ما تمش واحد اسمه لك الحمد لله حبور مثلا الناس السلامي باقي لك مي باغ سا تي تعمل سوبسيون شوا كيما تحب انت معناها صحيت كو سوا في الطن وبيا في الجبن هذاك الجبن هذاك الجبن Thank you.
نفير ديما سيتو المفشخ أمدح شوية يا من ليس عادية زي تتشيز أما هو الباس بتاعه معناه ليس عادة خطك شوشي حار بالثوم وبالهريسة في المنطقة سيتو عشتي شتي عشتي شتي بخدايا صحان الثوم بتاع شكل نفيسة وزيان وزارة الصحة إن شاء الله تكون حتى العادة إن شاء الله مبروك سي عشتي سي مرحبا بيكم مطمئن حالي في السنة الثانية باش نبيض راه غير صحن الخبز تاعي وغريب صحة وخبز بيان سور 50% 50% يعطيك الصحة مرة أخرى افتتاح ريستورون دار الزبال شنافيسة 21 شارع الروضة وأنت ما بين في نص طويل ما بين البوستة والجامع تقول لي على الباج دونك اللي يحب حاجه يحب ياكل حاجه يقول عليها شنو يحب بالضبط شنو اللي جاي شنو اللي جاي في البلاد بلاد جور قلت لك كسوا كامونيه كسكير الجربيه المصر الدجاج نتاعنا ديري البنادق المدفونه كل شيء ديري معناها الشيف اش قال الشيف شنو شو تخمم باش طيب ان شاء الله ناخذ الكامونيه ان شاء الله كل مره سلون معناها الشوا نتاع الكليون شنو يحب اي شنو كوسكسي مكرونة كمبونية رز جربي مدفونة كل شيء يعطيك الصحة وإن شاء الله مبروك الناس كل ومدور أخرى مرة أخرى أتخيب يا تو